حمايتنا على فندي. وبالمناسبة مش عايز حد يعرف أي حاجة عن موضوع المقابلة دي، ولا حتى أبوك الحصري. حاضر، أنا مبسوط منك. قلت لي الراجل اللي طلب منك تكتب العريضة دي اسمه إيه؟ عم جاد. سلام عليكم. انزل يا يوسف. انزل هنا؟ محتاج اقعد مع نفسي شوية. بس انا شايف ان انا ما زعلتش سعادتك في اي حاجة. يوسف اطلع بكرة على اسكندرية، شوف بورصة القطن ظروفها ايه في مع الحرب دي. ممكن اخمن سعادتك بتفكر في ايه بالظبط؟ بفكر في كل حاجة، ومش طايق اي حاجة يا يوسف. ممكن تنزل بقى؟ تحت امر سعادتك.
على اللي عمله معاك الباشا الكبير لما رحت الطلبه وانت صغير. لا يا عساكر كده دي بقى بنشتكي الباشا اللي بيكتبه عم جاد ده كفايه والحكومه ترجع الورق الاوقاف اللي عنديه واحنا مش هنروح معاك للمامور برضه عم جاد. لا يا طاهر كبيركم يروح لوحده كفايه. انت مش قلت ان المامور جه لحد عندك وشفته بعينيك؟ بس انا مش مطمن والله للمامور ده خالص. معلش يا عم جاد كمل يا رب كده يكون بفايده ولو حكمت نروح لسعد. سعد بيه قصدي ابن الهان. سلامات يا سعدو. سعد ايوه ده رجع من بلاد بره كبر وبقى راجل. انت شفته؟ جيل الشيخ الليسي. امال شفته فين؟ قدام باب التكيه. اخاف. كلمه؟ لا ما تكلموش ما تكلموش يا سعدون. طار حسن مش هيتاخد دلوقتي. افهم يا سعدون، صحيح سعد عايش مع اللي قتل ابوه، بس معلش وجوده معاهم برضو نفع الغلابه. معلش انت برضو لو سألت الشيخ الليسي هيقولك زي بالظبط، سعد مش لازم يعرف حاجة، عثمان لو عرف حقيقته هيأذيه. حاب انا عارفة عارفة ان جرح حسن لسه عايش جواك وحي، بس هنعمل ايه؟ محدش عارف اللي ربنا كتبه.
المعلم طار بعت لكم ده. قول له يسلم. صباح الخير يا ورد. ويجي الخير منين يابا واحنا محبوسين زي المساجين؟ انت مش قادر تطلع وانا مش طايق اشوف حد، ولولا طاهر بيبعت لنا الصبي بتاعه. بكره الكل يخدموكي. ليه؟ هما رجالتك راجعين تاني؟ ما تستعجليش يا ورد. المأمور اللي جابوه كان بيبصلي ويعقوب بيكلموا عنك، وهتلاقي 100,000 حد من الحارة يروح له ويقول له طلعوهم بره. أنا لا يهمني مأمور ولا أي حد منهم. يا سلام. طب ما تقول لي بقى عثمان باشا كان بيقول لك إيه عشان أصدقك؟ هتصدقي لما تشوفي بعينيك. معقول لسه ما نزلش لحد دلوقتي؟ وطول الليل صاحي. عرفت ازاي؟ من نور قطه يا خالي. هكون عرفت ازاي يعني؟ يبقى اكيد مش هيروح معانا. يروح فين؟ التكيه. جولنار، مش خلصنا من حكايه التكيه دي؟ زمان كنت بتاخدي سعد وهو صغير، ودلوقتي اتدورتي على شكرت. بس انا بحب التكيه. سعد دلوقتي مش فاضي خلاص. وانت طبعا سعيد بكده يا عثمان. امال عايزاه يطلع خايب زي ما كان اول ما جبتيه هنا؟ اول ما جبتيه خالك يا حبيبتي، قصده اول ما خلفته، مش كده برضه يا عثمان؟ ايوه كانت متدلعه قوي، لكن دلوقتي خلاص بقى راجل لدرجه انه بيتصرف من غير ما يسالني. الولد كبر يا جولنار. معقول يا باشا؟ صباح الخير يا عم. صباح النور يا حبيبي. ازيك يا شكرت؟ على فكرة يا سعد، مكتبك الجديد أنا لسه ما شفتوش. كله من أفكارك يا باشا، وكله باسم حضرتك، أنا مليش في حق أصلا. ازاي تقول كده يا سعد؟ اوعي تصدقي الكلام ده، ده تواضع خادع. المهم دلوقتي سعد بقى راجل، واحد من عائلة خليل فهمي باشا. أنا عايزك تطمن خالص يا باشا، بس اسمحولي مش هقدر أفطر معاكم لأني اتأخرت على المكتب، هفطر هناك. أنا أزدق. مش هتيجي معانا التكية؟ خلاص يا شكرت، نأجل موضوع التكية ده لبعدين. نهارك سعيد. نهارك سعيد يا حبيبي. سعد مش طبيعي النهارده. أنا عايزه يبقى كده، راجل شغل مش راجل عواطف. ليه يا طنط أخدتي الموضوع ببساطة مع سعد وقلتي نأجل؟ كان خلاص اتفق معايا. انا اول ما قلت له ناجل كانه ما صدق، كان الموضوع نزل له من السما. قصدي يهرب قوي كده؟ طب كان وعدني ليه؟ انا مبقتش فاهمه حاجه. سعد لما بنبقى لوحدنا بيبقى انسان تاني خالص. وفي وجود خالك عثمان بيتغير ويتحول. اه فعلا. طب ليه؟ شكرت يا حبيبتي، شيلي الموضوع ده دلوقتي من دماغك. طنط، هو انت في حاجه مخبيها عليا تخص سعد؟ هيكون في ايه يعني يا شكرت؟ هخبي ايه؟ مفيش حاجه طبعا مخبياه. مش عارف، في لحظه بحس ان سعد قريب مني انا وانت جدا، في لحظه بحس انه بعيد عني كانه غريب. شكرت يا حبيبتي، ممكن تجيبي لي بكره خيط من فوق؟ اصل الخيط خلاص هيخلص. ايه تاني غير انكم عايزين تمشوا عبدون الفتوة زي رجالته ما مشوا يا عم جاد؟ جاد يا سعادة البيه، ايه المطلوب يا عم جاد؟ ده طلب للناس كلها الموجودين في الحارة ابا عن جد. دي عريضة بقى. اتفضل اتفضل. ايوه، باسم اهل الحارة. ايه ده؟ دي نكتة ولا حكاية بجد؟ يا جناب المأمور، سعادة الباشا ورث القصر ده عن والده خليل باشا، ووالده اشترى القصر ده من ورثة مملوك. اه، وانتوا طبعا كنتوا موجودين في الحارة قبل ده كله. بالظبط. يعني انتوا اصحاب الحارة. على الاقل جنابك تقدر تتأكد ان الباشا ما يملكش غير القصر ده، ومش من حقه انه يحصل مننا ايجار بحجة إن ريع الحارة يخص عيلته.
والمطلوب يا عم جاد الحكومة ترجع للأوراق اللي عندها وترد حقنا. وعندكم مفيش حاجة عندك من الأوراق دي؟ للأسف كانت ويا أهالينا وضاع. ضاع؟ يعني تفتكر يا عم جاد ان عثمان باشا ممكن يقول ان الحارة دي واقفة ملك عيلته من غير ما يكون تحت ايده ورق؟ الحكاية زي ما قلتها، عيلته هي اللي جات علينا، مش احنا اللي جينا الحتة عليهم سعادتك. وبيجمع منكم ايجار بقى؟ كل ربع وكل دكان حتى عربيات اليد كان الفتوات بيوردوا فلوس عنها للباشا. لا 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 لا، الوضع ده ما يتسكتش عليه ابدا يا عم جاد، اطمن خالص. يعني نستنى رد من سعادتك لما ارجع للحكومه؟ مش ده كلامك برضو يا راجل يا طيب؟ شرفت يا عم جاد. الله يشرف ما يظهرك، بارك الله فيك. سلام عليكم. خد يا طار، وانت لازم تاخد حق اللي بعته، مش هاخد منك حاجه تاني كده. خلاص يا ستي خدت حق، بس انت بقى اللي مفرطه في حقك. واحنا عدلنا حق في حاجه؟ بيتك، البيت ده بيت امك يا ورد، الله يرحمها بقى. من حقك تقعدي فيه، وهو يمشي بقى مش هيغلب تاني يا طاهر. ما انت لو نسيت دم ابوك اللي بتتكلم عليه بقى انا كمان لازم انسى ان عبدون ده يبقى ابويا. سعد بيه، ما تسالش فيها. سعد بيه، يلا يا سعد بيه. خير يا ورد؟ انا سالته سؤال ومحدش اداني عقد نافع، اشمعنى بقى الكل مشي ما عدا احنا؟ افتكر يا ورد ان في ناس هنا شارين، وما يهونش عليكي برضو انك تسيبيهم وتمشي. انا عمري ما حبيت هنا يا بيه. ابوها السبب مش احنا، الكل هنا بيحبوها والله، الكل هنا مستجدع ورد. ما تسكت بقى يا طاهر، ما تسكت، خليني اعرف اتكلم مع البيه. استنى يا طاهر استنى. ما هو بص يا بيه، لو انت مش قادر على الباشا خلينا بس اقابله، وانا بقى هقدر افهم منه من الاخر. دي كده قله ادب بزياده يا سعد بيه. اركبي يا ورد. اركب؟ اركبي، مش عايز تقابلي الباشا وتحكي له براحتك؟ يلا. سعد بيه انت عارف الباشا كويس. انزل يا يوسف، بيتك قريب. تحت امرك يا سعد بيه. اتفضل. يلا يا ورد. سلام يا طاهر. يا بيه يا بيه، مشوا خلوها، هنخليها في عينينا والله. كل الطلبات اتحملت على التكية من بدري. والعربية منتظرة. على فين؟ على التكية اللي انت دايما بتهرب منها بعد ما وعدتني. انا مش بهرب، انا بس مضطر اخرج تاني. ورد ورد ورد، ودي ايه اللي جابها هنا وكمان جايبها بنفسه؟ هتخليني اقابل الباشا ولا امشي يا بيه؟ هتقابليه هتقابليه. ورد طلبة تقابل الباشا. سعد انت جيت؟ ايوه. مكتب السير مورجانت كانوا طالبينك. اوكي يلا بينا يا شكرت. انا عارف يا باشا كان لازم ناخد معاد، بس هي كانت مصرة تقابلك. ورد تعالي. عودي يا ورد. تسلم يا باشا. انا بصراحة جاي اسأل سؤال وماشي. افتكر من حقها ان معاليك تسمعها زي ما سمعت لابوها. احنا كنا خلاص ماشيين زي الرجالة اللي مشيت، ومرة واحدة حضرتك قلت نقعد. عارف الكلام ده معناته ايه؟ ان اقعد انا وابويا بعد اللي حصل؟ معناته ايه يا ورد؟ معناته ان ابويا هيقعد ويستنى قضاه، لان رجالته مشيت من حواليه، وبعدين اهل الحتة كلهم بيكرهوه، يعني هيبقى خلاص منه ليهم كده. خايف عليه يعني؟ مش ابويا. وبعدين انا عايشة مع مين يعني؟ انا ماليش حد غيره. طالما ابوكي في حمايتي ده معناه انك انت كمان في حمايتي. انا الكبير هنا يا ورد، كبير المكان، كبير الناس،
محدش ياكل ويضرك او يضرها. انا قلت لها الكلام ده برضه يا باشا، لان هي تستاهل تكون في حمايتك. انا كمان مش هكون بعيد عنها، ده لو المخاوف اللي في دماغها دي اصلا تستاهل. انا مش طالبه حمايه لنفسي، انا ما زدتش حد، بس بصراحه مخنوقه، واللي عايز يساعدني يخرجني من الخنقه اللي انا فيها. خلاص يا ود، انا سمعت لك وهفكر في كلامك. ليه؟ هي الحكايه صعبه قوي كده؟ مشيني انا وابويا زي ما مشيته. ورد ورد، لينا القعده تاني مع الباشا بعد ما نفكر. بالاذن يا باشا. جايبها بنفسك هنا ليه يا سعد؟ انا كنت عارف انك هتزعل، بس هي مختلفة خالص، ملهاش اي دعوة بالبني ادم اللي اسمه عبدون ده. ثم انا مش شايف انك زعلت قوي. عندك حق. قول لي يا سعد، شكلها ما بيمتش للراجل ده باي صلة، مش كده؟ خالص، وده اللي خلاني عايز اساعدها. هي محتاجة ان هي تبعد عنه اكتر ما تبعد عننا. سعد يا مولانا بيهرب من زيارتك. بس سعدون كان قال لي انه شافه واقف على باب التكية. صحيح؟ طب ليه ما دخلش؟ يمكن اتكسف يخش عشان شكله بقى شبه الخواجات. لا، الشكل عمره ما كان يهمني، الخوف يكون بقى خواجة من جوه. ازاي بس يا مولانا وهو لسه طارد الشياطين من الحارة زي ما بتقول؟ ما دام بيهرب من التكية يبقى لازم نقلق عليه يا جل النار. خلينا في صحتك دلوقتي يا مولانا، تحب اجيب لك حكيم؟ انا مش عيان يا جل النار، واذا كان الجسم بقى بالي وهالك فانا هخلعه وافوز بروحي بعيد عنه. ايه اللي بتقوله ده يا مولانا؟ ما تاخديش على كلامي. ربنا يديك طولة العمر. عايز اقول لك ما تبقيش تشيلي هم ولا تشغلي بالك بالتموين بتاع التكية. ابن عمي المتولي بيوالي التكية بطلباتها كله، وبعد موتي هيبقى سند لهم. قلنا النار خليك انت سند لسعد. يا ريت نسيبه يرتاح شوي. وصلهم. نشوفك بخير يا مولانا. مساء الخير يا عم برنار. اتفضل يا سعد. اتفضل. اهلا اهلا يا يوسف. اهلا اهلا بسعد بي عزيز، الفارس المغوار، فارس الأيام المقبلة. فارس على إيه بس يا خواجة؟ فارس المستقبل. يوسف كلمني كتير عنك في التليفون. اتفضل اتفضل سعد بيه. اتفضل. وبرضه يوسف كلمني كتير عنك وعن نفوذك في السوق بشكل يخوف. وكان لازم كمان يا يوسف تقوله ازاي انا عاشق لسلامة حجازي وعبد العمولي ومحمد عثمان. مش ده برضو ضروري ولا لا؟ غريبة انك غاوي حاجات ما بتخصكش. لا بالعكس، دي تخصني جدا ولازم تخصك يا سعد بيه. بدل يا سعد بيه اخترت ان ده يكون ملعبك، لازم تكون سمية زي بيت السمية وتطلب إلى الغناء والطرب والألحان الشرقية الجميلة والعرب والقطف وتشرب شيشة وتقبى صايع كمان. لازم ده كله بقى؟ طبعا لازم. لو انت حبيت تملك في ايديك لازم توصل للقمة زي ما توصل للقاع، لازم توصل للي فوق زي ما توصل للي تحت.
يا زكي. تؤمري خواجة. ده تبع القاعة. بقول لك ايه يا زكي، عايز واجب خروب حالا. تحت عمرك يا خواجة. احنا جايين نشتغل يا خواجة. تعرف يا سعد بيه، انت من حظك انك جيت في وقتك بالظبط من اوروبا، ومن حظك كمان انك صاحبت ابن السيرمون هناك في كامبريدج، ومن بختك بقى الكبير ان يوسف جابك لي انا، جابك لعمك برنار العجوز. I'm lucky. Yes you are. Thank you. طيب نتكلم بقى عن بيوت القطة الأجنبية في مصر وعمولتك فيها. قبل ما نتكلم عايزين نتفق على مبدأ، إن أي حاجة نحضر لها يا سعد بيه لازم يكون لها تمنى. هاو؟ ما بلاش هاو لي واي واي نو أنا دونت، بلاش الكلام الخواجاتي ده، خلينا بلدي. يا ريتك تقولي وجب يا خواجة بالنار من عناية الجوز. خليك بلدي. وجب يا خواجة بالنار. وجب. ايوه ايوه، ما تكونش قفل زي خالك عثمان. خالك عثمان ده حمار على فكره. الهزار ليه حدود يا خواجة. مفيش حد فوق التريقه، ومفيش حد فوق المسخره، حتى المندوب السامي البريطاني، ولا حتى السلطان حسين. فكرك ايه؟ الحرب، بص حواليك، الحرب مسخرة كل شيء. وعلى فكرة دي فرصتك يا سعد بيه. هو ده بقى يوسف اللي انت جايبني وتقولي ان هو ملك السوق كله؟ انا عندي وقت اهم من كده، اضيع مع الكلام الفارغ ده. الله، انت حامي كده ليه؟ أنا أنت زعلت ليه؟ خلينا يا حبيبي نتكلم في الأنتيكات اللي احنا جايين ناخدها منك. أنا عايز أطمنك، سابوجن في جيب الصغير بتاع الساعة، وكل شيء أنت عايزه في إيدي أنا، بس إيه؟ بتمن حقيقي مش رخيص. بيتكلم عن إيه ده؟ أنا بتكلم عن التكية يا سعد بيه. التكية؟ مش عرفه بالتكية. التكية دي بتاعتنا، وعندي اللي يثبت ان هي بتاعتنا، مش زي خليل باشا اللي قال ان الحارة بتاعتكم بالعوانطة. وبعدين؟ وبعدين تشيلني اشيلك، تساعدني اساعدك، انا ممكن اقدم لك اللي ما يقدرش يقدمه لك لا السير بورجن ولا الكلمة اسرع. بلاش تضايق نفسك يا سعد بيه، لو مش عاجبك كلام الخواجه بالنار بلاش. لا يا جو، انا احب اسمع للاخر. ها يا خواجه، احكي لي بقى عن موضوع الحرب. صحيح خليل باشا ما عندوش ما يثبت ملكيته بالحرب؟ نتكلم عن الحارة، وبعد كده نتكلم عن التكية. بلغني من يعقوب انك عايز تقابلني يا ممتاز بيه. واسف لازعاج معليك يا باشا، لكن المساله من اغرب ما يمكن. انا ما كنتش عايز ازعجك، لكن لما فكرت قلت لا، موضوع زي ده لازم معليك تعرفه. موضوع ايه؟ اتفضل يا باشا. مين اللي قدمها؟ راجل اسمه جاد. جاد؟ هو الحشرة ده لسه عايش وبيكررها تاني بعد السنين دي كلها؟ بتهيالي يا باشا كان ليا حق عرضها. فعلا لك حق، وهم برضو ليهم حق يشموا نفسهم تاني، لاني انا اللي مشيت الفتوات. واو، رفعوا راسهم كدبة حقيرة قذرة. اهدى اهدى يا باشا،
أنا كده عرفت إنها كدبة قديمة وهتصرف. لا يا ممتاز بيه، السفالة دي لازم يترد عليها فورا. ما دام الدعاء كاذب أنا هحاسب اللي أشعوه جاد واللي معاه وبالقانون يا باشا. مش حكاية الدعاء والقانون، لا. اسمع ممتاز بيه، أنت لازم تطلب شيخ حارة هيدا، مش كده؟ ولسه ما بعتش زي ما عليك ما طلبت. طب استنى شوية لما أفكر في حد يناسبهم. هو ده ليه علاقة بالموضوع يا باشا؟ هيكون ليه؟ اديني وقت. بس أنا بالفعل فكرت في حد مناسب، واحد من قلب الحارة ويعرف الكل. مين ده؟ لفندي الوحيد اللي فيهم. لا لا لا، أكيد من نسلهم ولئيم زيهم. لا 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 يا باشا، أنا اختبرته بنفسي، ده مطيع جدا وعاقل، وهبت الوظيفة هتمكنه من التأثير فيهم. ده طبعا لو معليك وافقت. في حد في دماغي لو اتأكدت منه هيكون الأنسب. تحب أخلي الورقة دي معايا معليك؟ خلي الورقة دي تحت إيدي يا ممتاز بيه. حد كان يتصور إن القطن المصري ينزل بالشكل ده؟ الحرب يا باشا، الحرب علت سعر القطن في أمريكا والعالم كله إلا إحنا. فعلا وصلوه لعشر ريال للإنتار. ومين يقدر يقول بيم الأحكام العرفية يا نظمي باشا؟ والجمعية التشريعية اللي كان مفروض إنها تتصدى جمدوها يا باشوات، وضع حقير لا يمكن القبول بيه. الله، مستر برنار مشرف الكلوب الليلة. يا أهلا يا أهلا. أهلا بيكم، مساء الخير يا أصحاب السعادة. ممكن أستعين منكم نظمي باشا؟ زهرتكم اليانعة في بستانكم الزاهر. من فضلك سعد الباشا. لي الشرف أقدم لك سعد بي عزيز، صاحب مصباح علاء الدين السحري الذي يحقق الآمال ويجسد الأحلام. نظمي باشا تشرفنا يا باشا، تشرفنا. نظمي باشا كاتب أسرار السرايا والباب العالي. اتفضل يا سعد باشا. اتفضل. اتفضل. ايه يا نظمي، مش هتطلب لنا حاجة ولا ايه؟ يا سلام يا جمعة. بقول ايه يا نظمي باشا، ايه احسن سعر ممكن تدهولنا لقطن انت تملكه في ايديك؟ 20% يا عزيز. لا، 15% كفاية، والباقي خدمات برنارية. 120 قرش للإنطار. لا يا نظمي، انت ممكن تجيب سعر اقل من كده. يبقى 70، وما تنساش الخدمات بتاعت الصعيد الجواني. شوف ضيوف مستر برنار يشربوا ايه. قريتوا المكتوب في البلاغه يا باشوات؟ ايه، الحرب خلصت؟ صوروا ضربوا نار على السلطان. انهم فيه بتاع هنا ولا بتاع تركيا؟ بتاع هنا، السلطان حسين يعني. علشان يعرفوا ان الناس مش ممكن تستسلم للقهر ده. يلا بينا يا جماعه نوصل السرايا. وانا جاي معاك بعد اذنك. مكلناش كلامنا يا نظمي. شايف نظمي باشا؟ على فكرة يعجبني النظام بتاع نظمي باشا، قال يعني سلطان بجد، يعني الإنجليز هيغلبوا. الإنجليز ممكن في أي لحظة يفسروا لهم سلطان على مقاسه. أنا عشان كده يا سعد عايزك تسد ودانك خالص عن أي حاجة تبعدك عن شغلك. سيبك من حكاية الوطنية، سيب الوطنية للي غاويين، اللي غاويين الكلام والدش ووجع الدماغ. مالنا مال وجع الدماغ؟ ايه رايك تيجي معايا على عماد الدين؟ في ايه في عماد الدين؟ ايه، ما رحتش عماد الدين قبل كده؟ مع انه قريب من مكتبنا عم برنار. ايها السادة، اذا دعونا ننزل إلى الحضيض ونترك علياء الذهب وعظمة الصفوة
وننزل إلى القاعة، إلى الجحيم الصغير، حيث التفاهة واللذات العابرة. ده انت طلعت أديب يا برنار. ده أنا جن محني واتعلم مني. دي تنفع مطلع أغنية تغنيها منيرة المهدي. أنا جن محني واتعلم مني. يلا يا جني يلا. دلوقتي واخبار الصلاة ايه؟ حاضر يا ست الوزة. عثمان بيه اتفضل يا بيه. انا بقيت باشا يا وزة. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل يا باشا. الف مبروك يا باشا. الف مبروك. لايقة عليك ولايقة عليها. تشرب ايه يا باشا؟ أنا مش هشرب حاجة، أنا جاي في سؤال وماشي. السؤال؟ تحت أمرك يا باشا. ورد. ورد؟ هو عدول قال لك إيه يا باشا؟ قال لي إنها بنتي. ما كدبش. هتنوريني زيه ولا إيه يا لوزة؟ هو قال لي كده عشان يفضل في الحارة بعد ما طردت رجالته. يعني قال لك على الحقيقة؟ بعد ما هددني إني ما أقولها لكش. ورد بنتك يا باشا، وعبدون على قد ما هو خسيس لكن على قد ما هو صادق في دي. وهتأكد ازاي يا باشا؟ انت ما كبرتش قوي للدرجات دي انك تنسى. قولي اللي عندك يا لوزة. فاكر يا باشا لما جيت لك اول رمضان وقلت لك ان انا حامل؟ فاكر. وانا قلت لك انت كدابة. لا يا باشا انا مش كدابة. اكدب ازاي وعبدون كان بقاله سنة في السجن؟ تأكد ازاي وانا ما شفتكيش ولا شفتلك خلفة غير اللي سمعته انك فضلتي مع عبدون بعد ما خرج من السجن؟ بسيطة يا باشا. اختي اللي قعدت عندها ساعة ما خلفت لسه عايشة، وكمان شيخ الحارة لسه عايش. بقولك يا باشا، انت جايب عربية لحصنة ولا اشتريت طوموبيل زي البشوات الكبار؟ الاوتوموبيل بره يا لوزة. تبقى تسمح لي بقى اركب معاك ونطب على اختي تسالها، وكمان هجيب لك شيخ الحاره لحد عندك. بس ليه شرط؟ شرط اشوف بنتي. وانتي ما بتشوفيهاش ليه؟ عبدون حلف يقتلنا سوا لو ورده عرفت انه مش ابوها وصدقته. حبه ليها هو الحسنه الوحيده في حياته. وهي قال لها اني مت وهي لسه صغيره. ازاي عايزه تشوفيها؟ من بعيد وفي حمايتك يا باشا. طب واللي يضمن لك اكتر من كده؟ ده لو كنت صادقه وكانت هي بنتي بصحيح. قصدك ايه يا باشا؟ انا هخلي ورد في حمايتي، هسيب لها اللي يسترها بعد موتي. هتعترف بيها؟ انت عارفه يا لوزة ان انا ما اقدرش دلوقتي اعترف لا بيكي ولا بيها. حتى لو قلت يا باشا انك هتعترف بيها ما كنتش هصدقك، مع اني عايزه اصدق. عايزه اصدق اني هسيبها في حمايتك مش في حمايه بلطجي مسيره يدفع ثمن جرايمه. نركب الطنبيل يا باشا. نركب الطنبيل. Thank you.
ازيك يا يوسف؟ في ايه؟ ابدا يا سعد بيه، دي بس واحدة لوحتني بقدها المياس. ما تصدقوش يا سعد. ده ابن يعقوب انا عارفه كويس، ده تلاقيه لقى ريال ودايس عليه لغاية ما احنا نمشي ويوطي يجيبه. طيب اسمحوا لي بقى اسيبكم عشان عايز اتمشى شوية. اتفضل يا سعد بيه، اتفضل. عشق السكن فيك يا ام البنات.